إذا كان الصمت هو سيد الموقف من الرأي العام الدولي على الحرب الشرسة التي تشنها قوات الصهاينة على أبناء غزة، فإن نجوم الكرة وفي مقدمتهم الإيطالي ماريو بالوتيلي استنكروا مقتل 4 أطفال فلسطينيين في غزة يوم الأربعاء. الطائرة الإسرائيلية استهدفت الأطفال 4 من عائلة بكر أثناء لعبهم في شاطئ غزة وقتلوا برصاصات الاحتلال على الفور. بالوتيلي قال عبر صفحته الرسمية على تويتر: أطفال يلعبون في شاطئ لا يمثلون أبدا أي خطر، أوقفوا الحرب. كلمة النجم الإيطالي لاقت تعاطفا كبيرا وتغريدات لم تتوقف على العبارة التي غرد بها بالوتيلي، ليواصل بالوتيلي خرجاته المثيرة للجدل، لكن هذه المرة في الجانب الإنساني.